السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته مشاهدينا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم إلى الأخبار الرياضية والتي نقدمها لكم من تلفزيون النهار. أقيم سهرة أمس حفل الحذاء الذهبي الذي تقدمه يومية الخبر الرياضي وترعاه شركة كوندور، والذي فاز به هداف البطولة الموسم الفارط وليد درارجة هداف مولودية العلم المنتقل هذا الموسم إلى مولودية الجزائر، والذي غاب عن الحفل بسبب ارتباطه مع ناديه بمباراة البطولة. وقد حضر الحفل عدة وجوه رياضية إضافة إلى ضيف الشرف المدرب الفرنسي القدير جيرو. الخبر الرياضي وبطبيعة الحال كوندور بطبيعة الحال، إذا هيعطينا كلمة بهذا كل يوم لك إن شاء الله ندير ما خير إن شاء الله. كانت أشياء صعبة. نقول باللي رانا احنا نساهموا اليوم، والاجيال اللي جايه قادمه سواء اعلاميين ولا رياضيين لازم تمد لا كونتريبيسيون تاعها في الساحه الرياضيه، باسكو لو سبور سي ان تو، صحافه دي بارتنير دي سبونسور، سي با اونيكمون دي جوار دو فوتبول. نتمنى ان شاء الله يكون اكثر من المزيد ان شاء الله، وان شاء الله هو كان في العلمة، كان هداف بطوله في العلمة، وراه في مولودية الجزائر، دونك ان شاء الله يكون ان شاء الله يزيد يولي. نظن هذا التكريم يعني عباره عن مجهودات واستحقاق لي كمدرب، وانا بدوري اهدي الى كل اداره دفاع تجنانت ولا كل انصار دفاع تجنانت. كشف لاعب دولي السابق كريم طمور انه لم يعتزل دوليا مثل ما اشاع في فتره الناخب الوطني السابق وحيد حليلوزيج، بل اجبر على الابتعاد فقط، مؤكدا انه يطمح ان يعود يوما ما الى منتخب في حال استعاده مستواه. في ميكروفون كمال ماوي. Je sais pas si un jour ou l'autre je retourne avec l'équipe nationale, j'ai pas pris ma retraite mais voilà aujourd'hui il y a de très bons joueurs qui nous représentent et mais dans le football faut jamais dire jamais. Je suis pas vieux, je suis pas fini, je viens d'avoir 30 ans, je peux encore jouer 3-4 bonnes années. Donc voilà, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. On sait, ça se trouve, l'équipe nationale aura peut-être un jour besoin de moi et moi je répondrai présent. هذا واستبعد مطمور فكرة اللعب في البطولة المحلية في الوقت الحالي مكذبا وجود أي عروض، رغم أنه أكد أن ذلك ممكن في المستقبل ولا يعارض وضع خبرته الطويلة في الميادين الأوروبية تحت تصرف الأندية الجزائرية. Ce que je disais, c'est que moi j'ai eu le contact avec personne. Donc voilà. Mais un jour jouer en Algérie, j'ai toujours dit que ça serait possible. Peut-être pas là encore, je peux encore jouer en Europe. Et donc on verra plus tard. Je dis pas que je jouerai jamais en Algérie, bien au contraire, c'est fort probable qu'un jour. J'ai bien envie de venir ici et d'apporter toute l'expérience que j'ai emmagasinée en Europe pour faire avancer le championnat aussi algérien un jour. من يريد تحطيم اتحاد العاصمة في الجزائر قبل نهائي القاري جملة أضحى يرددها الكبير والصغير في محيط سوستارة وحتى داخل بيتها، وأصبح هاجسا لأنصارها انطلاقا من تزامن تفجير الأخبار الغير سارة إن صح القول بذلك، مع موعد حاسم للفريق في المنافسة الإفريقية بدءا من الدور نصف النهائي وصولا إلى المشهد الختامي. تفاصيل أوفى مع بلال هرنون. يبدو أن المشوار الطيب لاتحاد العاصمة في البطولة الوطنية ورابطة أبطال إفريقيا لم يعجب بعض الأطراف داخل الجزائر، بدليل الأخبار الغير سارة التي تطال أبناء سوستارة مع اقتراب كل موعد حاسم. فقضية يوسف بالليلي أخذت تتكرر مع كل مباراة هامة لتشكيلة سوستارة في المنافسات القارية، سواء من خلال أخبار حقيقية عن معاقبته أو وهمية كما قامت أطراف بتسريبها قبل موعد الحسم لرفقاء بالجلال في مباراة الذهاب هذا السبت من رابطة أبطال إفريقيا أمام تيبي مازامبي الكونغولي، وهو ما جعل مصدر مسؤول من إدارة الفريق يكشف للنهار عن وجود أطراف فاعلة في الكرة الجزائرية لا تريد تتويج الفريق بالتاج القاري. بغاو يكسرونا كما يقولوا بالوارنا، الله يحبوا يكسرونا يا خوشي، ما مش حاملين اذا هكذاك يا اخو بدلونا شامبيونه نلعبوا في الهند ولا وخلاص. حنا ما يكرهوناش، عمرهم ما كرهونا، حنايا كاين الكروهيه وكاين الغيره، حنا يغيروا منا، هذه هي سي نورمال. شكون يحبنا ندوكو بدافريك حنايا وبورتون نستاهلوها؟ شعم خطره، حنا لافريك ما يحبوناش والجزائر ما يحبوناش.
كلها معطيات جعلت الشك يتسلل لأكبر المتفائلين الذين يتساءلون حول السبب من وراء كل هذه الإشاعات، وهل من المنطقي أن يتمنى أي جزائري حتى وإن اختلف في الرؤية مع إدارة الرئيس حداد أو هواه لا يتماشى وهو الاتحاد أن يكسر فريقا جزائريا قد يهدي الجزائر ثاني كأس رابطة أبطال إفريقيا على التوالي؟ أم أن رب صدفة هي نافعة مع أبناء سوستارا لرفع التحدي وتخييب ظن المتآمرين؟ بعد أن كان المدربون الأجانب يسيطرون على الأندية الجزائرية، تغيرت المعادلة في الآونة الأخيرة بعد عودة الرؤسائي للاستعانة بالأسماء المحلية ووضع ثقة فيها مجددا، حيث لم يبقى من الأسماء الأجنبية سوى ثلاثة فقط. فهل العودة إلى المحلي كان عن قناعة أم لملء فراغ مؤقت؟ محمد قريشي يفصل. يبدو أن أسهم المدرب الأجنبي في البطولة الوطنية بدأت تتراجع وتتهاوى قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة في جولتها القادمة. فبعد سقوط أسماء سيموندي، فيلود، أرثر جورج، جيجر، يانكوفيتش، لم يبقى من تلك الأسماء إلا ثلاثة، سيلعب اثنان منها رأسهما في الجولة القادمة، فكافالي وميشال أقرب إلى الإقالة من أي وقت مضى. واختار رؤساء الأندية العودة إلى الخبرات المحلية على غرار إغيل عمراني والاستعانة بجوراري في الثورة وبسبيعة في الأربعاء، ليلتحق الناخب الوطني الأسبق ناصر سنجاق بالقائمة عقب اتفاقه بالإشراف على شباب قسنطينة. عودة المدربين المحليين للإشراف على الأندية جاءت لتعيد الأمل والاعتبار إلى المدرسة الجزائرية، فلماذا العودة إلى الأسماء المحلية بعدما كان الأجانب يسيطرون على البطولة؟ entraîneur local déjà mais c'est pas la peine de dire local c'est un entraîneur normal عنده امكانيات الكفاءات تاعو راهي من بكري هارنا شفناه يعني بكل احترامات المدرب الاجنبي يعني المستوى زاد تطور اكثر من اللي كان. فهل سينجح المدربون المحليون في النهوض بالكرة الجزائرية وتحقيق النتائج المرجوة، ام ان تعميرهم على رأس الأندية لن يطول كثيرا؟ لم يتوانى المناجير العامة السابق لاتحاد الحراش ورئيس حي جبل الكائن بمدينة الحراش في فتح النار على مدير ملعب بوروبا الذي يحتضن فيها الفريق مبارياته، من خلال تأكيده في تصريحات للنهار على أن الأخير يتحمل مسؤولية الوضعية الكارثية التي آل إليها الملعب. وهذا في ميكروفون إسلام مشتيوة. كان عندي مدير مقبل، انا درت له ما نكذبش عليك حنا زيرناه باه يروح بصح ندمنا عليه، جبنا مدير واحد اخر عبنا باه يعطينا البلوس. راك تشوف مفتوح طاركتون، الماء يدخل بارتو، ما كاش الماء سخون، الدخله ما كاش، قوجه باب ما عندوش باس باه يغلق، وهو يخلص كاع من لي زيكيب جا الصباح باه يدي الشاك ويروح، ماشي يشوف ويشوف واش كاين في الصطاد واش كاين. كون تشوفوا تحضروا هذا واش هو في الصطاد وها مكتوب هو مكاشيهم سينيه 16 مقابله في ثلاث ايام، ماشي سمعنا يا خويا عطونا نجيرو حنايا. على كل حال كيشوفوا فيه النقصات هما يجيو كونترولو، ما يلقاوهش يولي كيما كان من قبل يحاسبونا. هذا ويواصل فريق حي الجبل الناشط في القسم الثاني هو تحضيراته، اين يحتل المركز الثاني في سلم الترتيب بفارق نقطتين فقط عن الرائد، اين اكدت اداره الفريق والطاقم الفني واللاعبين على انها تسعى الى مواصله سلسله نتائجها الايجابيه على امل تحقيق الصعود. اسلم شيوا ثانيه. لي جوا راك تشوف هنا راهم اومبيونسي، معناتها راهم محضرين روحهم، معناتها ماتش وان شاء الله ما يحش يقول راح نطلع، حنا نجيروها ولا جات الصعود مرحبا بها. على كل حال وان شاء الله كما يقول لك الموسم مازالو طويل، وكما يقول لك ما نقدروش نسطروا في الوقت الحالي، ما نقدروش نقولوا نلعبوا على كذا، يقول لك لافازالي، كي نلعبوا لافازالي تماك نقدروا نلحقوا كما يقول لك لو بي تاعنا. كانت عندنا البدايه شويه عيانه، كنا ما كناش بالك محضرين مليح، ما كناش مازال ما تاقلمناش مع لي جوار منا، دوكا بصح الحمد لله تسقمت الامور، عاودوا ولا ستاف تكنيكي، ستاف تكنيكي ما كانش عاود ولا اي كيف يا خويا راه جايه بلا عقل انا نتعاونوا الجاني عاوني خو اللي لاعب يعاون خو بالاكسبيريونس، ويا خويا رانا منجيريو ماتش ان شاء الله باش نرجعوا لي سيبورتر هذوما ان شاء الله، ان شاء الله نفرحوهم ان شاء الله.
نختم مشاهدينا الكرام بهذا الخبر، حيث نشرت القناة الإخبارية الأمريكية CNN عبر صفحتها بالتويتر بالخطأ صورة النجم الفرنسي فرانك ريبيري على خبر وفاة امرأة نتيجة تعرضها لجرعة مطولة من العلاج بالتبريد في ولاية نيفادا الأمريكية. هذا واضطرت القناة الإخبارية إلى الاعتذار إلى الجماهير ومتابعي الصفحة على تويتر بسبب هذا الخطأ الذي كان مثارا للسخرية في الساعات القليلة الماضية. مشاهدينا الكرام بهذا الخبر ننهي أخبارنا الرياضية، شكرا لكم، إلى اللقاء.